الأهلاويون تحدثوا عن مواجهة القادسية، نتابع ماذا قالوا. والله سمير، أنا زي ما تفضلت وقلت يعني في البداية، اللي بيكسب الدوري لازم إنه يحافظ على المباريات كلها، يكون في وضعه الطبيعي، ولازم نكسب النقاط وما يحاول إنه يعني ينزف نقاط سواء من تعادل أو خسارة. هذا اللي بتخليه دائما في المقدمة. تعرف أنت إنه حتى فرق المقدمة لك مباريات يعني معاهم في ملعبك أو خارج ملعبك، هذا راح تفرق معك كثير. التوقع غير التمني، محمد مسعد يتوقع مباراة القادسية كم تنتهي؟ والله إن شاء الله بإذن الله ما أتوقعها في النتيجة، بس أتوقعها في إنه 3 نقاط إن شاء الله تكون من نصيبنا، وأتمنى في نفس الوقت يعني أتوقع وأتمنى إن شاء الله. لا إن شاء الله مستعدين، لا إن شاء الله نكسب 3 نقاط إن شاء الله. المباراة الأخيرة الأهلي تأخر في التسجيل، تعليقك على النقطة هذه شيء؟ يعني يمكن ظروف مباراة يعني، وفريق هجر فريق كويس يعني مو بطال، ولكن يعني أحيانا مجريات المباراة تجبرك يعني، بس الحمد لله أن كسبنا 3 نقاط.